دعا الاتحاد الوطني للفنانين ومهن العرض جميع الفنانين والتقنيين لحضور لقاء تحسيسي لتحضير الجمعية العامة التأسيسية للاتحاد. الاتحاد يحمل على عاتقه العديد من المشاكل التي يتخبط فيها المجال الثقافي والفني في الجزائر. انكادر نخلقوا اطار اللي يسمح لنا باش نتلاقاو اي بو كون سوا اون فورس دو بروبوزيسيون. انا ديميسيوني كاريمون، قدمنا استقالتنا في هذا المجتمع. الوضع تاع الفنان في الجزائر وضع خاص. Et même dans le, sur le plan de la production. Par exemple, je ne parle que du cinéma que je connais bien. Le cinéma ne peut pas exister uniquement avec l'aide du FNATIC. C'est impossible. Il faut travailler, ça dépend. Ça dépend de la besoin de théâtre, de timbral, de la musique. Il faut travailler les gens. فكيف سيكون طرح هذه المشاكل في الواقع وكيف سيتعامل معها؟ البادرة أولى من نوعها، إذ من المتعارف أن مثل هذه التكتلات لا تعمر كثيراً. هل سيكون الشأن بالنسبة للاتحاد الوطني للفنانين ومهن العرض؟ سؤال وحدها الأيام القادمة ستجيب عنه.